الشخصيات اللي خصها في اللقاء. بطبيعة الحال معنا أربعة ضيوف، كل ضيف كرة القدم بوجه خاص. لمناقشة محور اللقاء معنا الإعلامي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية سي بدر الدين السيسي بدر الدين الأخير. مرحبا بك. الآن أصبحت النقابة تحضر مع الرياضيين في هذه المحطات، وبالتالي اختمرت الفكرة في أذهاننا. شكرا جزيلا لإخواني في النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفي بيت الصحافة وفي الجمعية المغربية للصحافة الرياضية. نحن في المجلس الوطني للصحافة كما تعلمون كل القضايا التي تطرح بالنسبة للصحافة والصحفيين نعتبر على أننا طرف أساسي فيها كمرافق كمساعد كمدعم. مساء الخير، كنت سعيد اليوم بإدارة هذه المناظرة الجهوية حول الإعلام والرياضة ولتأتي في سياق احتفالات النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالذكرى 60 للتأسيس ديالها. هذه المناظرة اللي كانت بشراكة مع بيت الصحافة وأيضا مع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، محاور كثيرة وعديدة وهامة جدا تم مناقشتها في هذه المناظرة. الأولى تتعلق بعلاقة الإعلام والرياضة، كيف يمكن الإعلام أن يخدم الرياضة، كيف يمكن الإعلام أن يواكب النجاحات التي تعرفها الرياضة المغربية عموما وخاصة كرة القدم على الإنجاز الكبير والتاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر. أيضا كان هناك حديث عن البنية التحتية ودورها في توسيع قاعدة الممارسة سواء من حيث المحترفين وأيضا الهواة. كانت عنا فرصة صراحة نلتقي بسي عبد الملك أبرون اللي كان هو رئيس البعثة المغربية في مونديال قطر، هذا الشخص اللي كان شاهد عيان على تجربة فريدة من نوعها، كانت فيها تحديات كانت صعوبات ولكن هذا الإنجاز سيبقى راسخ في الذاكرة الكروية المغربية وذاكرة المغرب عموما على اعتبار أنه أصبح ملهبا ليس للمغرب فقط ولكن أيضا لدول أخرى لمنتخبات أخرى ولعقلية جديدة في المغرب بنيت على أساس النية والعمل والاجتهاد. أعتقد أن اختيار هذا الموضوع هو من الاختيارات الأكثر توفقا في هذه المرحلة، يمكن أن أساهم فيها أيضا وشكرا. يعني الدار شوية على تطوان ولكن دارتي غير براسي واخا. نعم، احنا كنتمنوا من القطاع الرياضي من القطاع الاعلامي كذلك والقطاع الرياضي الجسم الاعلامي والرياضي خصو ينخرط شويه، ما يبقاش من محتشم يجيب غير الاخبار، خصو ينغمس شويه ويدق البيبان ويدخل المكاتب. وكذلك في الجامعه قايمين بالواجب ديالهم ومع الاعلام الرياضي كذلك، لان عندها مديريه اعلاميه كبيره وكبيره جدا تبارك الله في المستوى العالي، والمدير ديالها سي مقروف جوز حياته اعلامي، جميع المنابر الاعلاميه اشتغل فيها. اذا حنا هذا الشيء باقي شويه كيدورنا في النوادي ديالنا سواء الرياضيات كره القدم او العاب القوى او الفوتسال او عده مكاتب اللي خصها الاعلام الرياضي خصو يدخل ليها ويعرف كيفاش كتسير وكيفاش كتمشي باش يعاونوا هذوك المسيرين، وما يبقاش الانسان يخرج شي اخبار اللي ما كاينش او لما كيكونش هو هذاك صحيح الا من المصدر اللي غادي يكون صحيح. نتمنى لكم التوفيق وشكرا. اقوم بواجب الشكر للقيمين على هذه المبادره للدعوه الى هذا التناظر. اولا لا يمكن طبعا كرئيس الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه الا ان اكون سعيدا اولا لانتظام هذا الحفل الجميل، هذه الدوره التكوينيه، هذه المناظره القيمه اللي اختصت بالحديث عن الاعلام الرياضي في اطار احتفاليه النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه بالذكرى الستينيه، وهي الى حد ما تقترب من احتفالنا كجمعيه مغربيه للصحافه الرياضيه بالذكرى 62 لتاسيس الجمعيه ايضا. ثم ايضا كم هي لحظه سعيده ان نتواجد في بيت الصحافه مع زملائنا الاعلاميين القيمين
المقيدومين المخضرمين وايضا من جيل الشباب. بطبيعه الحال الندوه في هاد المحور محور الاعلام الرياضي، وقد اكد كل المتدخلون على انه اليوم يجب ان نولي لهذا التخصص او هذا الاختصاص ان نوليه اهميه كبرى، على اعتبار لحظات الفرح، لحظات السعاده التي نشرها الفريق الوطني في عموم ماشي غير الشعب المغربي ولكن كل الشعوب العربيه والافريقيه. فبالتالي ادركنا قيمه الرياضه، ادركنا قيمه السعاده التي يمكن ان تحققها الرياضه لكل افراد المجتمع، وبالتالي على اننا موعودون خلال المستقبل القريب جدا باننا نعمل جميعا من اجل استدامه هذه النجاحات، باستدامه هذا الارث الرياضي القوي اللي خلفته اولا قطر خلال استضافتها لكاس العالم والفريق الوطني يصل الى الدور نصف النهائي، ثم ايضا تنظيمنا الاكثر من رائع للنسخه 19 لكاس العالم للانديه. استدامة الإرث أنا أعتقد على أن هي مسؤولية كل الفاعلين الرياضيين، كل أعضاء الأسرة الرياضية الوطنية، وفي مقدمتهم طبيعة الحال الإعلاميين الرياضيين اللي غادي يعرفوا من الآن ما هي واجبتهم تجاه هذا الرياضة، ما هي مسؤوليتهم للحفاظ على هذا الإرث، للحفاظ على هذه الإنجازات، على هذه النجاحات الرياضية. و أعتقد على أنه اي اعلامي لابد ان يتمنطق اولا بحب الوطن، ان يكون يحضر عنده حب المواطنه باش يخدم بلاده من زاويته كاعلامي رياضي، ثم ايضا ان يكون حاضر عنده الوازع القيمي، الوازع المهني والوازع الاخلاقي، ان يتسلح بكل ادوات المعرفه ليكون اعلاميا مساهما في تطوير الحركه الرياضيه وفي صناعه هذه النجاحات الرياضيه، لطالما كنا دائما ما نقول على ان الاعلام والرياضه هما جناحان لطائر واحد، ولا يمكن لطائر الرياضه ان يحلق بجناح واحد، لذلك هو يحتاج الى الاعلام، وهذه اعتقد مسؤوليتنا. طبعا هذه المناظره وهذه الدوره كتدخل في اطار تكوينات قطاعيه كتاكد اولا الاراده الكبيره اللي خرجت بها النقابه الوطنيه للصحافه وايضا المجلس الوطني للصحافه من جعل سنه 2023 سنه الاعلام الرياضي بامتياز، غتفتح خلاله ورشات وتكوينيه في عدد من المدن المغربيه، ما غنكونوش فقط على مستوى المركز، بالدليل اننا اليوم نقيم هذه الدوره بمدينه طنجه، ان شاء الله غتكون هناك دورات اخرى في كثير من المدن المغربيه، وغنحاولوا نربطوا جميع المدن عبر المندوبيات الجهويه للجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه، نربطوهم بهاد الورشات التكوينيه باش تكون ان شاء الله الاستفاده معممه للجميع. السيد رئيس المجلس الوطني للصحافه صورة التمثالية التمثيل من الأطفال التوحديين من طنجة إلى البويرة. هذا هو حضرة التكريم لإعلامية مميزة أي قدرة الإعلام الإذاعي التمثالية بهذه السادسة في الأمسية هي الأستاذة سامية طروخاج التي اشتغلت في مجال الإعلام. إذن الصورة تلكانية نعطيك البركه ديال طنجه وفيها ينفع ان شاء الله. الصحافه شكرا لكم على تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.